مشاهدينا التاسعة صباحا مواعيدنا مع موجز لأهم الأنباء مع لميا حمدين. تفضل يا لميا. شكرا جمانة. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المواطن المصري هو البطل الحقيقي للتنمية التي تشهدها البلاد. وفي كلمته خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، وجه الرئيس السيسي الشكر للمصريين كافة. هذا وشدد الرئيس السيسي على أن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة يأتي في إطار خطة الدولة لبناء 30 مدينة من مدن الجيل الرابع عبر الجمهورية، لافتا إلى أن بناء المدن الجديدة ليس رفاهية. كما أكد الرئيس السيسي أن الشواطئ المصرية وخاصة في منطقة الدلتا منخفضة ومعرضة في حال ارتفاع منسوب سطح البحر إلى مخاطر محتملة خلال 50 عاما القادمة، مشيرا إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات من أجل الحفاظ على الشواطئ. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي كورنيش مدينة المنصورة الجديدة برفقة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. كما قام الرئيس السيسي بجولة تفقدية بقرية الحصص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة. وشملت الجولة زيارة مدرسة الحصص الابتدائية ومجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي، حيث تابع الرئيس السيسي جهود مبادرة حياة كريمة في مركز شربين، وأجرى حوارا أيضا مع بعض شباب مؤسسة حياة كريمة أثناء مروره على فصول مدرسة الحصص الابتدائية. وتفقد أيضا الرئيس السيسي نادي شربين الرياضي، كما أجرى جولة تفقدية لجامعة المنصورة الجديدة بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء الجامعات. التقى وزير الخارجية سامح شكري رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الفاد ألفلو لاريو في مقر الصندوق بروما. وأكد شكري خلال اللقاء تطلع مصر لتعزيز النشاط التمويلي للصندوق لدعم مشروعات التنمية الزراعية والريفية، لا سيما بمبادرة حياة كريمة. كما شدد وزير الخارجية على التزام مصر بمواصلة التعاون القائم مع الصندوق، مشيدا بالجهد الذي بذله الصندوق لحشد الالتزامات لبرنامج نوفي الذي أطلقته الحكومة المصرية مؤخرا خلال مؤتمر المناخ كوب 27. من جانبه أشاد رئيس الصندوق بتنظيم مصر لمؤتمر المناخ، ومؤكدا استمرار التعاون مع القاهرة. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي الخميس أنه تم الإفراج عن أكثر من 1300 أسير أوكراني أثناء عمليات تبادل الأسرى مع روسيا منذ بدء الأزمة في فبراير الماضي، وذلك بعد عملية تبادل جديدة بين كييف وموسكو. وشدد زيلنسكي على أن كييف لن تتوقف طالما لم تسترجع جميع الأسرى. وأوضح مدير مكتب الرئيس الأوكراني أنه تم الإفراج عن 50 أسيرا الخميس، من بينهم مدافعون عن ماريوبول وأزوفستال ومصنع الصلب في مدينة الوقاعة في جنوب أوكرانيا. عبر الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبتهما في السعي معا للتوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية الروسية بدون تقليص لدعمهما لكييف. وقال بايدن في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي في واشنطن أنه مستعد للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الأزمة، مشددا على أن أي محادثة مع بوتين ستجرى بالتشاور مع الجانب الفرنسي وحلف شمال الأطلسي. من جانبه قال الرئيس الفرنسي إنه لن يدفع الأوكرانيين أبدا إلى القبول بتسوية يرفضونها. أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوما يؤيد مواصلة توريد أسلحة إلى أوكرانيا في عام 2023، ويمدد المرسوم السماح بنقل وسائل ومعدات ومواد عسكرية إلى السلطات الأوكرانية حتى نهاية عام 2023. وكررت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني منذ توليها منصبها دعمها لكييف، ومشددة على أهمية حلف شمال الأطلسي. وفي خطابها الأول أمام البرلمان وعدت بأن تكون شريكا موثوقا للناتو في دعم أوكرانيا.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 3 مسؤولين كوريين شماليين بارزين على صلة ببرامج الأسلحة في بلادهم بعد أن أجرت بيونغ يانغ أحدث وأكبر تجربة لها لصاروخ باليستي عابرا للقارات الشهر الماضي. وتأتي العقوبات الأحدث في أعقاب تجربة كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابرا للقارات في 18 من نوفمبر الماضي، ووسط مخاوف من أنها قد تكون على وشك استئناف تجارب القنابل النووية التي تم تعليقها منذ عام 2017. وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي إن واشنطن ملتزمة باستخدام الضغط والدبلوماسية من أجل حث كوريا الشمالية على التخلي عن ترسانتها النووية. تأهل المنتخبان الياباني والإسباني إلى دور 16 ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم بقطر 2022، وتغلب المنتخب الياباني على منافسه الإسباني بهدفين مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس ضمن منافسات المجموعة الخامسة، فيما ودع المنتخب الألماني البطولة رغم فوزه على منافسه كوستاريكا بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليودع الأخير هو الآخر البطولة. نهاية موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفجر.